قبل ما نودعهم نتكلم عن متروفيتش. اليوم انا قاعد اتابع الاخبار واتابع لاعب طبعا يعني الوصف اللي وصفه قبل شوي والنجار وحش منطقه الجزاء. يعني انت مو جاي تختبر هذا اللاعب، انت عارف هذا وشو، انت بس الحين بس تقول يا رب التوفيق يا رب، لانه في لاعبين عظيمين وهم احتياجك وحين ما توفق. فما يجي احد بعدين يقول لك والله من اللي اختاره ومن اللي ما اختاره، اللي اختاره من الحين انا اقول لكم نجح ما نجح اللي اختاره عبقري، اللاعب عظيم. بس واحده من التعليقات الجميله شفتها اليوم في السوشيال ميديا يقول شوف اللاعب، واحد يعني تابع جدا الدوريات الاوروبيه، فقال شوف اللاعب بالله اعطنا الصوره، اعطنا الصوره على الشاشه. لا ابتسامه هوليوود، قصة شعر عادية جدا، واحد بالضبط يعني واحد يقول لك هذا شغلته بس في الحياة 18 يجلد يعني، ولا في أي نوع من البهرجة حقت اللاعبين، ولاعب شغلته فقط منطقة 18. لو يعني تعطيه كور هذا يا أبو تركي الله، أنا خاف عليه والله من العيون. ما شاء الله تبارك الله، ما بعد لعبه خاف عليه من العيون. ما شاء الله تبارك الله. عموما استقطابات عظيمة بصراحة في الدوري للفرق الأربعة والأندية الثانية. توفيق من الله. طبعا أبو عبد العزيز ما يمشي مع هذا الكلام، لكن الله كريم، لكن إن شاء الله الخير جاي، خير جاي إن شاء الله بإذن الله يعمل. شكرا لكم جميعا.